المتدخلون في ندوة نظمها المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع المنطقة العازلة وسيلة لتدبير وقف إطلاق النار أم قنبلة موقوتة، أجمعوا على أن وضعية اللاسلم واللاحرب التي فرضت على المنطقة كنتيجة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لم تعد مقبولة بأي حال من الأحوال اعتبارا للكلفة الباهظة المترتبة عنها والتي تدفع ثمنها شعوب المنطقة. وفي هذا الصدد أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط ميلود لوكيلي أن بعثة المينورسو مدعوة للقيام بالدور الأممي المنوط بها. الاستفزازات التي تقوم بها عناصر البوليساريو شرق المنطقة الدفاعية المغربية تستهدف بشكل جلي تغيير المعطيات الميدانية وطمس معالم الوضع التاريخي الذي لا طالما أطرته المقررات الأممية على مدى عقود، وهو ما يحث المنتظم الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة والعمل بكيفية عاجلة على وقف تمادي الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر. من جهته استعرض أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني السيناريوهات المحتملة لمستقبل قضية الصحراء المغربية في ضوء مختلف التطورات التي أضحت تلوح في الأفق والتي تتمثل بالأساس في سيناريو استمرار الوضع القائم وما ينطوي عليه من نقاط سلبية شتى وسيناريو الحرب المفتوحة التي ستفضي حتما إلى تورط الجزائر باعتبارها الداعم الأساسي للجبهة الانفصالية. لأن الصراع الذي نعيشه في هذه المنطقة اليوم هو بالتأكيد ليس بصراع حدود، هو بالتأكيد صراع وجود، صراع استمرار كدولة أخذت على نفسها أن تشكل ما يشبه المنصة الاستراتيجية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحتى بين العالم العربي والعالم الآسيوي. هناك من يقول بأن طريق الحرير سيمر هو الآخر عبر المغرب ليمدد قنواته نحو قلب القارة الإفريقية. من جانبه قال الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط عبد الخالق التهامي إن بلدان المنطقة المغاربية التي تسجل أدنى مستويات التبادل التجاري في العالم تفقد ما بين نقطتين وثلاث نقاط من نمو ناتجها الداخلي الخام كل سنة. أعتقد أن الفرقة والانقسام يضعف بشكل كبير من جاذبية الاستثمار بالنسبة لكافة دول المنطقة، كما يضعف تطور إنجاز البنيات التحتية من قبيل طريق السيار المغاربي الذي يظل حبرا على ورق، ويؤدي أيضا إلى تعثر استغلال الموارد الطبيعية وتبدد حلم التوفر في يوم من الأيام على عملة مغاربية موحدة. من جهته اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد بن حمو أن تساهل المينورسو جعل الانفصاليين يقفون على مرمى حجر من المنظومة الدفاعية المغربية، الأمر الذي يدعو المنتظم الدولي إلى إعادة تقييم دور هذه البعثة الأممية وإعادة النظر فيها وفق منظور أكثر واقعية. حان الوقت لأن ندخل في مرحلة جديدة تغير فيها تسمية هذه الأداة الأممية لتصبح يعني بعثة الأمم المتحدة للتسوية السياسية بالصحراء، ثم حان الوقت كذلك لأن يظل فقط ضمن مهامها نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي الاستمرار في وقف في 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 حفظ وقف إطلاق النار، والنقطة الثانية هي المرتبطة ب يعني حقول الألغام والمتفجرات. وفي ختام هذه الندوة التي عرفت حضور ثلة من الفعاليات الأكاديمية والإعلامية أوصى المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية على الخصوص بضرورة إعادة النظر في بعثة المينورسو بعد أن تجاوزت الأمم المتحدة مفهوم الاستفتاء مع اقتصار دورها على مراقبة وقف إطلاق النار والحد من خطر الألغام والذخائر غير المتفجرة. وهي قضية الوحدة الترابية.